راجل بشنب واقف زي الصقر في شدة شديد وفي الحق قوي. دي مواصفات العمدة اللي أطاحت بيها إيفا هابيل أو مارجريت تاتشر المصريين. إيفا عمدة قرية كومبوها مركز ديروت بمحافظة أسيوط، العمدة اللي بتكره تشبيهها بالرجالة. ليه بتقيمني بالراجل؟ أنا ست بمئة ست مش بمئة راجل. أنا أعتبر مثال كدافع أو دفعة للمرأة اللي لها طموحات أو اللي شايفة إن هي عندها القدرة إن هي تقوم بالعمل اللي كان فقط يعني للرجال. بعد وفاة الوالد بفترة يعني معينة تقدموا الناس، وأنا بعض الناس برضو قالوا لي ليه أنت ما تقدميش، وخاصة أنا لقيت خمسة مرشحين لهذا المنصب، فروحت رشحت نفسي، لكن ما كانش عندي يقينية في أن أنا هاخده أو حتى أمل كبير، لكن في النهاية محاولة. وكان الحقيقة خدت القرار بتعييني كعمدة، وأصبحت أول عمدة على مستوى الجمهورية يعني، وكان ليها الحقيقة واقع قوي كأول عمدة امرأة وقبطية كمان في نفس الوقت. العمدة إيفا واحدة ست، طالما شخصيتها قوية أنا أتمنى أنها تبقى واحدة ست، وأنا عنده ولدين وبنت، بنت في تانية حقوق، أتمنى أنها تبقى عمدة. بصراحة ما عنديش فرق بأن يكون الأستاذة إيفا أو غيرها، المهم حاجة يكون يحكم بالعدل ويكون مش متحيز لأي طرف من الأطلاف. هي كويسة ومليحة وعال وزي الفل، وسابقا كان أبوها عمدة وهي كويسة والحمد لله ونشكر ربنا. هي أختنا الكبيرة، بنعاملها كأخت أكبر وهي بتعاملنا كأخوات أصغر. يعني نجاحي أو عدمه يقرروا الناس اللي ما زالت، رغم أن منصب العمدة انتهى بالخمس سنوات في 13/11/2013، لأن أنا تعينت في أديلي خمس سنين، يعني أن استمرارية توافد الناس عندي علشان يعرضوا مشاكلهم، وبرضو تعاون الغفر معايا رغم أن أنا مانيش عمدة رسمي، لكن لأنهم عارفين أن الناس المشكلة بتيجي وبتتحل في عندي، فبيساعدوني في الحقيقة في العملية دي. ورجعنا تاني مع إيفا هابيل، عمدة بنت عمدة، ست بمئة ست زي ما هي بتحبوا يقولوا لها. مساء الخير. مساء الخير. هتلخبط وأقول لك أستاذة إيفا ولا متر إيفا ولا العمدة إيفا؟ هو محتارة. الأصل لا، أنا بحبه طبعا العمدة، والأستاذة دي مهنتي اللي خرجت العمدة بحكم المحاماة، يعني بحكم المحاماة. بحكم المحاماة. مهمة العمدة، يمكن ناس كتير قوي بتقول كلمة عمدة عمدة عمدة، مهمة العمدة إيه؟ العمدة إنسان وسط ناسه، الناس بتحكمه، وهو المفروض عشان يبقى عمدة كويس يكون أمين في التحكيم ده، بشرط إنه كمان يحل مشاكل بلده، ما يصعدهاش للداخلية أو المركز الشرطة، يعني بقدر طاقته إنه هو يحاول يخلي المشكلة تتحل جوه البلد، يعني ما يصعدهاش للمحكمة والقضاء. عجبني قوي سياده العمده ان حضرتك قلتي جمله كده متحترم، ما تخرجنيش بالراجل. والمفروض ان احنا خلاص في 2014 بنتكلم في مصر الجديده، يبقى من الشكل الغريب ان لسه بنقول الست والشكل الراجل والمقارنه. طبعا الموضوع مختلف، انت حضرتك عمده وده كان منصب محتكر للرجاله. بس عجبني الثقه، عجبني. لا دي ملهاش دعوه بالثقه على فكره، لان انا لو انا حبيت اكون عمده راجل مش هنجح. ليه؟ لاني همثل، ودي مش طبيعي. ايه الفرق بين عمدة راجل؟ انا ست وهو راجل. ايه الفرق؟ زي الفرق اللي بيني وبينك. ما هو الفرق فيه جسماني، او الفرق شكله جسماني وطريقه تفكيره وطريقه تنشئه في الشرق، الراجل بيتنشا ازاي وطريقه تربيته ازاي ومعاملاته في المواقف ازاي، وانت ماشي في الشارع لو تعرضت لموقف الراجل بيعمل ايه والست بتعمل ايه. يعني انا ليا طبيعتي، انا خلقني ربنا ست، ممكن تاخد تتصرف في موقف معين حضرتك ما تتصرفش فيه بطريقتي،
أو ممكن أنت تنفعل تروح واخد يعني لادع واحد ألم مثلا أو تتخانق. أنا مش هعمل كده. لادع أنا ممكن واحد لا أنا ممكن أهدى وأخد الأمور بهدوء وأوصل للحل بشكل أفضل. بس هي فكرة إن دايما الخوف بالراجل يعني مش عشان حاجة لأن مش أنا يعني هو دايما التحفظ اللي كان بيتقال من على الست فكرة العاطفة إن هي عاطفية قرارات عاطفية. لا 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 لا, لا ده كلام مع إن مش عليك أنت شخصيا شخصيتك قوية ومحبوبة. على فكرة يمكن الستات بتتمحك في مسألة العاطفة لكن المرأة لما بتاخد قرار بتبقى قوية جدا وبتاخده بقوة لكن فكرة العاطفة دي حاجات كده يعني مش أنا هاخد من كلامك يا أستاذة إيفا وارجع وقلتي إن لو العمدة قوي ما بيصعدش الأمور للداخلية. القوة مش عضلة. لا أنا فاهمة على حد علمي إن مش كل القرى في الصعيد فيها مركز شرطة. لا طبعا المراكز المركز أو المدينة لكن القرى يا عمدة يا نقطة. أنا عايزة أتكلم شوية عن الحتة دي أستاذة إيبا بتحافظي على الأمن جوه القرية إزاي؟ فكرة شيخ الغفر والسلاحليك قط السلاح كلام اللي بنسمعه. أيوة. إيه ده؟ اشرح لنا كده شوية. الغفر طبعا دول موظفين تبع الداخلية بيبقى دورهم أمني بمعنى إيه؟ بمعنى في الأول كان حاجة اسمها الدرك إن الغفير يلف زي العسكري زمان في أفلام إسماعيل ياسين والحاجات دي يلف في البلد يشوف حد غريب ماشي حد جاي كده يعني. ولغايه دلوقتي اللي دلوقتي لا دلوقتي لا دلوقتي بقى الغفير بيقوم بدوره حراسات ما بيجيش يعني يقول لك ده احنا شفنا حد غريب داخل لا البلد. لا لا ما هو ده في حاله ايه لما يكون في وضع مثلا احنا حسينا في حد غريب دخل عمل شويه كركبه كده بسرعه بيروح الغفر طبيعي. تقدري تعرفي الغريب اللي دخل في القرى انت بتبقي عارفه مين الغريب اللي داخل. انا عارفه ان مركز ان كومبوها بحري تعتاد سكانها 16,000. لا احنا ما وصلناش ل 16 يعني تقدروا تعرفوا الغريب 13 14 انت بتبقي عارفه ناس لانك مولوده وعايشه معاهم قريه يعني زي مثلا مدينه الانتاج كده لو انتم متعايشين هتخرجوا تعرفوا بعض فدي اطفال بتكبر بتشوفيها فبتبقي عارفه ان ده ابن بلدك. لما بيدخل حد غريب بيبقى معروف ان ده غريب اكيد وناس كتيره غريبه بتدخل لان دي تجاره وحاجات والسلاحليك ده لسه حاجه موجوده فعلا. السلاحليك هو مكان السلاح طبيعي لازم هيبقى موجود لان دي داخليه مكان السلاح اللي الغفر بيتناوبوا فيه لان فيه بيبقى لازم فيه نبطشيه موجود ممكن مأمور مركز يجي ممكن ضابط ممكن حاجة معينة حصلت في البلد يبقى الغفير بسرعة بيروح يشوف لو العمدة مثلا محتاج فيه شكوى وجي طرف بيبعت العمدة الغفير يروح يجيب الطرف التاني من بيته يعني علشان يحل المشكلة يشوف يسمع لكل الأطراف. وحضرتك عادي ممكن الساعة 3 و 4 الصبح يستدعوكي وتنزلي زي أي حد زي ضابط الشرطة مثلا. ضابط الشرطة بيستدعوه لأن بتبقى الحالة يعني الأمنية مستنفر كده يعني ونادر يعني لما يعني أزمة يعني يعني بتبقى لازم يبقى فيه يعني أزمة. أنا مش فاهم الفرق إمتى بيبقى البلد فيها عمدة وإمتى بيبقى فيها نقطة وإن واضح إن العمدة شكل من التعداد أشكال تعدي تعداد معين يعني. عدد معين من لما يزيد العدد يعني يقولوا عليها القرية الأم كل قرية أم فيها نقطة okay. القرية الأم دي بتاخد مجموعة قرى يعني مثلا إحنا القرية الأم بتاعتنا اسمها مسارة بتتبعها كومبوها وبلد اسمها مزينة وبلد اسمها الهواجل ومش عارف مجموعة قرى بيتبعوا مسارة اللي فيها النقطة دي نقطة عبارة عن ضابط شرطة وأمين شرطة كده يعني القرى الصغيرة بيبقى فيها عمدة يعني العمدة بيتبع لوزارة الداخلية يعني طبعا دي جهة رقابية عليه ولا هو ملوش جهة رقابية لا 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 لا, لا, لا بيتبع دور العمدة, بيتبع دور العمدة ما تعرفش محليات ولا داخلية لكن قراره بيخرج من وزير الداخلية قراره بمعنى تعيينه ولا قرار تعيينه يخرج من وزير الداخلية طب وده مش ممكن يشكك في فكرة الشرعية او كان العمدة اعتقد ان اول ما بدأ ده يمكن من ايام محمد علي يعني من كان بالانتخاب هو اتعمل بالتعيين بعد فترة الارهاب بعد فترة الارهاب اللي حصلت في مصر والكركبة دي فابتدوا يخلوا العمدة معينة فترة التسعينات يعني لا الثمانينات والسبعينات كمان عشان ما يبقاش تحت ضغط أهالي معينة أو ناس معينة
طب ليه لازم العمده او المعروف تعرف معرفش ده حقيقي على الارض في كل الاماكن ولا لا، بس العمده لازم ينتسب لعيله كبيره تتمتع بمال تتمتع بمستوى معيش معين؟ لانه ما بياخدش اجر من الداخليه، عشان كده بقول لك هو بيتعين هو لكن فعلا ما بياخدش اجر 300 جنيه في الشهر وحاجه كده. لا 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 لا، انا على ايام ابويا كان بياخد 10 جنيه 10 جنيه في فتره من الفترات، بعد كده مش عارفه بقت 50 لا دلوقتي انا بكلمك بامانه انا اخر مبلغ كانوا بيدهوني 150 جنيه دي ده كاش ولا ترانشات بيدوها بيقولوا عليها بدل مكافاه او بدل ضيافه حاجه كده يعني، فعشان كده بيقولوا عمده لان هو اللي بيقوم بكافه المصروفات يعني في الضيافه في حاجه كده، فلازم يكون عنده امكانيه ماديه يقدر ما يبقاش يعني زي ما تقول يعني يبقى هو اللي بيصرف يعني ده اللي هو اللي بيصرف يبقى قوي. استاذة ايفا ازاي الراجل بيتعامل معاكي؟ شيخ الغفر الناس بيطلبوا بيجوا يطلبوا منك ازاي؟ اهل البلد ولا حاجه يعني على فكره يعني انا شكل انت عارفه احنا عندنا انسانة دايما مش 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 يعني شكل الصعايده دايما الراجل الحمش الجامد الراجل راجل في كل مكان على فكره، الراجل هو الراجل في كل حته. يعني ايه الراجل هو الراجل في كل يعني ما فيش مشكله يعني بمعنى ايه الجمله دي معلش يعني يا ست العمده يعني عادي يعني يعني انسان عادي يعني انسان عادي يعني ليه فكره ان المراه ترقصه في الصعيد هو 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 ده بيلجا لها مش بس بترقصه ده بيلجا لها يقول لها حلي لي مشكله بالظبط كده هو ده اللي انا اقصده هل ده عادي هو بيثق فيها لاني لان هي بتتعامل معاه بالنسبه لي لما بيجي حد انا دايما اقول في البلد الجمله دي اقول الصغير هو ابني اللي في سني اخويا اللي اكبر مني ابوي لا يعني الثقافه السائده عندنا دايما بالذات في الصعيد بيلاقي حل ان الست ست والراجل راجل هل طبيعي ان في الصعيد يتغير الموروث الثقافي ده خالص وابدا الجا للست في حل مشاكلي على فكره لا ده مو ده, ده 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 يعني اولا ان احنا دلوقتي بنقول العالم بقى قريه صغير طبعا والقريه كومبوها دي بقى فيها التلفزيون والنت انا عندي الشباب انا يعني احنا عندنا الشباب يعني مستوى ثقافي وفكري مرتفع جدا في كومبوها على فكره اكيد انا بكلمك بامانه يعني انا ما اقدرش اتواصل مع الشباب بسني وبامكاناتي عندي اللاب بس ما اقدرش اتواصل عليه معاه زيهم يعني البلد يعني الى حد كبير هي قريه ولكن فيها شباب يفرحوا القلب يعني يعني لو قلت مشاكل القريه زي مشاكل القرى العاديه في كثافه في اعداد الاطفال لا في الفصول مشاكلنا تختلف يعني احنا ممكن اقول لك انا قريه متميزه الحقيقه انا عايزه اكمل لك المشاكل اللي انا بسمعها عن القرى مزلقان محتاج يتعمل ما فيش مدرسه ثانوي موجوده محتاجه تحلي المشاكل دي الفلاحين عندهم مشكله في الكيماوي في الري كل المشاكل دي بتقابلك المدارس بتاعتنا كلها جهود ذاتيه جهود ذاتيه لان احنا ما عندناش يعني مع التبرعات بتاعه الناس لان احنا ما عندناش املاك دوله كويس فاحنا بنشتري الارض كويس ونقول للدوله تعالي ابنيها ده التعليم ده بالنسبه للتعليم احنا بنشتري الارض والدوله تبني كويس الري مشاكل الري الفلاحين الكيماوي مشاكل مشاكل يعني ايه اكتر مشكله كده بتقابل العمده ايفا لما بتمشي في القريه مشاكل الري ما تخصش العمده بس تخصش العمده الري في مهندس الري في نقطه بس لكن مهمه لكن مشاكل الري الجار والجار الجار والجار لما يجي يغير له ارضه يعني واحد بيروي ارضه وزادت الميه وانا لسه مروي ارضي ورحت زادت الميه غرقت عندي تاني فبتبقى مساله تعويض تفصلي بينهم ازاي بقى هم اساسا يجي لو هي محتاج تعويض بيجي في الاخر ما انت عارفه المصريين يقول لك خلاص عوضنا على الله عوضنا على الله كده يعني الشعب المصري ده جميل على فكره يعني انا اللي عاجبني في كلام حضرتك او اللي واصلني انك الوضع كله شكله ايجابي وابيض ودي حاجه كويسه لا لا لا, لا, لا ايجابي في المشاكل اللي انت بتسالني عليها لكن انا عندي سلبيات جامده سلبيات المدينه موجوده عندي في القريه يعني ايه سلبيات المدينه يعني سلبيات الموتوسيكل مثلا بتتعاملي مع ايه سلبيات هتتعامل معاه ازاي ده عايز مرور وانا ما عنديش مرور لو ده يعمل فيه ما احنا لما تشوف عيل صغير وراكب موتوسيكل مثلا تعمل له ايه وطايح في الشارع هتعمل له ايه هو اللي انا فاهمه ان حضرتك الدور بتاع العمده بالغفر هو ده دور الامني في الموضوع مين المفروض يعمل ده وانا ابقى فاهم يعني هي الفكره انه دي ثقافه وتنشئة يعني جميل ان احنا يبقى عندنا يعني مفيش مشكله يبقى عندنا مشاكل بس الفكره انه الشكل الايجابي نتعامل مع ده ازاي بتاعنا مش موجوده على مستوى الجمهوريه يعني ثقافه الشارع تمشي فين
والمرور يبقى فين والمشاه يبقوا فين والعربيه تبقى فين والناس تبقى دي ثقافه. هل مطلوب من حضرتك حاجه زي كده ولا لا؟ هل انت دورك كعمده ان انت تشتغلي على ده ثقافيا؟ لا اقتصاديا. كان دور العمده زمان انه كان او كان بيقال ان دور العمده انه هو كان بيحكم انه كان عنده اطيان كان بيتحكم في اسعار الحاجات في دور اقتصادي في الموضوع. لا ما حصلش ده على زمان. لا ولا زمان صدقني. ده في الارشيف عندكم. ده يعني في الارشيف في التلفزيون يعني؟ طبعا. اوكي. العمده مش دايما لازم بشكل اقطاعي او استثماري، انا بتكلم حتى بشكل استثماري بشكل قد يكون بيمتلك ارض لكن مش هو المتحكم. لا هي الناس بتصوروا دايما الكوميديا هنا في مصر، قلت الكلام ده اكتر مره الحقيقه، بيصوروا العمده وكانه انسان. بس على فكره عشان تفهميني صح، انا مش قصدي ان دي حاجه سلبيه ولا حاجه، ده بالعكس، احنا دايما هنا بنفكر في التطور، بنفكر في ان الاقتصاد يبقى احسن، فدايما بنشوف ايه الدور اللي ممكن يلعبه اي مسؤول شكل انه يزود في الحركه التجاريه الاقتصاديه. وليه الاقتصاد والحداء يعملوا مسؤول كنيش الافراد؟ ما هو بالناس، ما حضرتك قريبه بالناس، انت يعني بالناس. جهود المجتمع المدني موجوده مع الناس، وانت من الناس اللي اهل قريتك وناسك مع الناس. ده قصدي انا بقول لحضرتك العمده ايه دوره الاقتصادي، هو ملوش دور اقتصادي. السؤال ينفع يبقى له دور اقتصادي ولا لا؟ هل القريه او المدينه او البلد هتعتمد على الحكومه فقط في التطور ولا في حد قطاعات اخرى ممكن تساعد؟ انا بكلمك على القريه اللي انا المفروض عمدتها او كنت عمدتها لفتره. انا عندي القريه الى حد كبير تعتبر، لما بقول لك متميزه، ما هيش القريه الفقيره دي اللي مش عارفه محتاج، بقول لك مدرستي، مستشفياتي، سنترالي، كل ده انا عامله جهود ذاتيه. متر ايفا، نموذج هاي. متر ايفا، هسالك في دورك كمحاميه، تنازلتي عنه علشان؟ لا لا لا، ما تنازلتيش. لا 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 لا، هو طبعا بطبيعه العمده، فتره العمده اضطريتي طبعا، كنت ما كنتش محاميه، لكن بعد بس انا عارفه ان انت نزلتي انتخابات اللجنه الفرعيه في اسيوط ونجحتي كمحاميه. لا 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 لا, لا, لا هو تعرض عليا، تعرض انا ما قررتش. لا, لا ما قررتيش، لكن انا رجعت لمهنتي تاني. هترجعي عمده مجرد ما خلصت قلتي العموديه خلصت، فتره العموديه خلصت. ربما لو اتفتح باب الترشيح الله اعلم هترشحي نفسك. ربما يعني انا ما خدتش قرار لاني ما اعرفش بكره في ايه، ما اقدرش اقول لك، لكن هي انا يعني انا ممكن انا سعيده ان انا حتى وان كانت انتهت فتره العمده بالنسبه لي، لكن ما زالت الناس مدياني الحق ده، وده في حد ذاته اهم من قرار من قرار التعيين اللي بالورقه، لان انا عمده بالناس طبعا. عمده بالناس، عارفه ازاي؟ ان الناس تجيني يعني انا وانا جايه في الطريق اكتر من مكالمه تليفون من البلد او من خارج البلد بيطلبوا مني ان انا احل مشكله، فبقول لهم معلش انا مش موجوده. لما جه التصوير في البلد كانت عندي مشكله يعني. ايه المشكله اللي كانت عندك؟ كانت مشكله لا ما تقدريش. انا ما ينفعش. لكن انا عايزه اقول لك دي ثقه بالنسبه لي، يعني مش فكره بس العمده، عشان كده انا بقول بحط المحاميه جنب العمده وبقول العمده المحاميه عملت العمده، فحتى لو العمده مش موجوده رسمي المحاميه موجوده، المحامية موجودة اللي هي عملت العمدة، وبالتالي الاثنين ما بينفصلوش. العمدة إيفا بتقابلي الناس لابسة لبسك ده ولا هل بتحاولي تقربي الصور لصورة العمدة؟ على فكرة هم تعودوا عليا ان يشوفوني بأي شكل، يشوفوني بجلاليب أبويا أحيانا، الجلابية بتاعت أبويا بتاعت الصعايدة الفلاحين ظريفة دي. دي جربيها في الصيف في منتهى الجمال لما ارشح نفسي عمده بحبحه كده وفي البيت جميله سلاهيب هوا من كل حته ماشيه بشمسيه. شافوني باللبس العادي يعني كده يعني، فهم متعودين عليا باي شكل، واللبس ده انا بلبسه من زمان مش في العمده يعني، انا من وانا بنت صغيره يعني في ثانوي عجبتني الجلاليب بتاعت ابويا دي وقلت له يعمل لي وكنت بلبسه، فهم في البلد عارفيني ان انا يعني ابسط من ان الشكل يغيرهم. ممكن اطلع لهم زي ما انا، ممكن اطلع لهم بشعري مش عارف يعني، هم عرفوني واخديني زي ما انا يعني، مش هممهم الشكل قد ما هممهم ان انا بهتم ان انا احل المشكله، وبقول لهم كده هتفضل المشكله هحاول احلها، لو ما قدرتش هقول لكم انا فشلت فيها بس، فهم اتعودوا مني على كده. كل سنه وحضرتك طيبه وشرفتينا في البرنامج، واتمنى لك 2014 سنه سعيده وناجحه ودايما في الامان لمصر كلها يا رب. شكرا يا متر ايفا، شكرا يا عمده. فاصل وهنرجع تاني. شكرا.
Thank you.